لا لا، أقول لكم عندكم رئيس وزراء وطني إنسان، بعد رئيس أياد علاوي هو جدا الثاني الذي أرى أن تطلعاته وطنية، آرائه وطنية، فكره وطني. فلذلك أعتقد بأن رئيس وزراء العراق لن يستعجل. أعتقد بأن السيد مصطفى كاظمي سوف يفكر، يتعمل، ليس في عجلة، ليس هذا المشروع مشروع حياتي بالنسبة للعراق أبدا. فلذلك لا أرى بأن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر، لا أبدا. بحاجة إلى تشكيل لجان، إلى مفاوضات فنية وتقنية لعدة أشهر، ربما أكثر من سنة. فلا أعتقد بأن السيد مصطفى كاظمي سوف يقبل بدخول إلى أي مشروع أو بقبول أي مشروع فيه بعض الجوانب المشكوكة وبعض الجوانب تثير سوء الظن لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى باقي حلفاء العراق من السعودية إلى الإمارات وغير ذلك. طيب إذا ما تم المشروع على المستوى العراقي لنفترض جدلا، وواضح أن الأمر هذا متوجه للانتهاء، هل تعتقد أن واشنطن وروسيا تحديدا ستسمح لهذه السكة، لسكك الحديد، أن تمتد إلى ميناء اللاذقية وأن تسير الأمور بشكل طبيعي، أم أن هذا هو حد المشروع إلى البصرة وانتهى؟ أقول لكم بكل صدق، من المستحيل أن تقبل روسيا قبل أمريكا بأن تكون أو بأن يكون لدى إيران مساحة كبيرة من النفوذ. الآن إيران في زيارة السيد جواد ظريف إلى سوريا اتفق مع رئيس بشار الأسد من أجل إنشاء قنصليات إيرانية في سوريا، في حلب وفي لاذقية. هذا بحد ذاته مصدر قلق ومصدر سوء الظن. لماذا تريد إيران قنصلية في لاذقية؟ لماذا لاذقية؟ ولماذا في حلب؟ ليس في حلب أي أثر أو وجود إيراني، لماذا في حلب؟ فكل ذلك يزيد من سوء الظن وسوء التفاهم عند الجانب الأمريكي والروسي. إذن روسيا تريد سوريا لنفسها، تريد سوريا ميناء ومطارا وقاعدة للاتحاد الروسي، ولن تسمح لإيران، ولن تسمح، من المستحيل أن تسمح لإيران بأن تكون لديها مساحات شاسعة من التواجد والنفوذ في سوريا.